هل يحق للزوجة استرداد المقدم من مهرها بعد أن وهبته لزوجها؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وينظر ما الذي حملها على استرداد ما دفع ما وهبته لزوجها، هل كانت ترجو من ورائها الثواب والمكافأة أم لا، فهذه لها تأثير في الحكم.